أهلا وسهلا فيكم من جديد في تحدي الأناقة بين رغد فهمي بدر ولين عمر الصعيدي. الصورة رقم واحد، يلا اكتبونا في التعليقات مين الأحلى بالمكياج، رغد ولا لين؟ الصورة رقم اثنين، برأيكم مين بفوز في التحدي أكتر، رغد ولا لين؟ اكتبونا في التعليقات. الصورة رقم 3، وهيك اشتد التحدي بين رغد ولين، شو رأيكم مين طلتها أحلى؟ اكتبولنا بالتعليقات مين أكثر أناقة. الصورة رقم 4، يلا يا أحلى متابعين بنستناكم في التعليقات تعطونا رأيكم في الملابس، مين أجمل؟ رغد ولا لين؟ الصورة رقم 5، مين أنيق أكتر، رغد ولا لين؟ الصورة رقم 6، بسرعة يا أحلى متابعين اكتبوا لنا بالتعليقات مين أجمل ابتسامة، رغد أو لين؟ الصورة رقم 7، مين أحلى مع اللون الأبيض، رغد أو لين؟ اكتبونا يلا في التعليقات مين الأجمل؟ الصورة رقم 8، مين أكثر أناقة في ملابسها، رغد أو لين؟ الصورة رقم 9، بتلاحظوا انه رغد ولين متصورين بنفس الحركة، لكن مين الأجمل؟ الصورة رقم 10، بتلاحظوا انه رغد ولين لابسين أسود، يلا قولوا لنا مين الأحلى؟ الصورة رقم 11، بسرعة يا أحلى متابعين اكتبوا لنا بالتعليقات مين أنيقة أكثر. والآن مع الصورة رقم 12، احكوا لنا مين الأحلى. والآن مع الصورة رقم 13، الصورتين رغد ولين، مين أكثر أناقة فيهم؟ الصورة رقم 14، مين الأحلى والأجمل والأكثر أناقة مع اللون الأسود، رغد أو لين؟ والآن مع الصورة رقم 15، يلا يا أحلى متابعين شو رأيكم فيها؟ ممكن على فكرة توقفوا الفيديو شوي وتكتبوا رأيكم بالتعليقات. يلا يا أحلى متابعين، الآن مع الصورة رقم 16، مين أحلى، رغد أو لين؟ يلا يا أحلى متابعين، مين أحلى، رغد أو لين مع والدها؟ وهي الصورة رقم 17، بسرعة اعطونا رأيكم فيها، مين أحلى بجلسة التصوير؟ ومع الصورة رقم 18، ما ضل وقت كبير بالفيديو، اكتبوا لنا بالتعليقات مين أكثر أناقة وجمال باللون الأحمر. وهي الصورة رقم 19، مين أجمل مع والدتها؟ والآن الصورة رقم 20، بدنا إياكم تحكوا لنا مين أحلى فيهم؟ وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد.